مشاهدينا نحييكم من جديد. لا نتحدث في الماضي لأن الحقيقة التعذيب قضية تتعلق دائما بالمستقبل. التعذيب يعني سيظل موجودا طالما أنه الاستبداد موجود، وعشان كده الحقيقة احنا بنقود حملة ضد التعذيب والاستبداد. التعذيب يكسر النفوس، يحطم العائلات، هو أسوأ من الموت. يعني أحيانا بعض الناس يقولك حينما تقتل فهذا أفضل من أن تعذب البشر وتضيع سنوات من عمرهم. كان في حكاية شهيرة كنا نعتقد أنها امتزج فيها الخيال بالواقع والحقيقة بالأسطورة، حكاية الشيخ الذي قال للرئيس السابق في يوم ما في ليلة القدر في المسجد النبوي في المدينة المنورة اتق الله، وكان جزاءه السجن لمدة 15 عاما أو أكثر، ونقل من السعودية إلى مصر ودخل السجن. الشيخ علي مختار القطان. الشيخ علي أهلا بيك. أهلا يا فندم. شيخ علي أهلا. ومعايا كمان اللواء إبراهيم عبد الغفار وهو مأمور سجن العقرب سابقا، واللي أيضا عوقب بشدة لأنه للأسف الشديد بسبب الشيخ علي القطان، لأنه طلعه من الزنزانة أو يعني تعامل معاه باعتبارات إنسانية. شيخ علي مختار القطان، أهلا يا فندم. الحكاية الشهيرة اللي كنا نعتقد أنها حكاية وهمية أو أنه امتزجت فيها الأسطورة بالحقيقة والخيال بالواقع، إيه اللي حصل بالضبط؟ كيف الحكاية اللي ترددت أنك قابلت الرئيس السابق في موكبه وهو داخل المسجد النبوي في ليلة القدر وفي ظل الحراسة السعودية التي كانت مخصصة له، وقلت له اتق الله، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا كان لي شرف يعني شهود ليلة القدر في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في 27 رمضان 1413 هجرية، ده بيوافق مارس 93 مارس 1993. والله يعني كان موقف عفوي تماما وغير منتظر من جانبي. انت كنت انا مقيم، كنت بتعمل عمرة ولا كنت أنا بتشتغل مقيم. هناك مقيم. انا مقيم في المملكة العربية السعودية من وقت طويل، ويعني بشهد الصلوات الخمسة بفضل الله يعني في المدينة، وكان ده سبب في ان انا كنت موجود في المسجد في هذه الفترة المباركة، يعني فترة العشر الاواخر في رمضان. الناس كلها بتتواكب يعني حتى من اقطار العالم الاسلامي كله لتشهد ختم القرآن وليلة القدر وكذا. وفوجئت بعد التسليم بالرئيس، وأنا والله لم أكن أعرف أنه في الحرم، يعني المسألة بالنسبة لي كانت مفاجأة، وكان فضاء كبير واسع جدا بيتحرك فيه، لأن هم أخلوا من باب السلام إلى باب الجنائز، يعتبر باب يعني مسافة عرضية كبيرة جدا في عرض المسجد، أخلوها للرئيس بشكل يعني لا أعرف، يعني هو شكل المراسم اللي هم بيختاروا إن هم يعملوه لبعض الرؤساء بما يناسب يعني. طبعا يعني مع أنه طبعا في هذه الأماكن مكان الناس بتقف يجب أن يتساوى فيها وقفة العبيد يعني، ويجب أن يشعر البشر بالسعادة أنهم يتساوون مع بعضهم البعض، يعني لا يجب أن يبحث أي شخص عن ميزة أو امتياز في هذه الأماكن. وقد كان الخلفاء العظام يعني في ديننا يمثلون هذا يعني يعني بتواضع شديد جدا لله عز وجل. افتقدناه يعني في تشريفة للرئيس المخلوع بحرس مدججين بالسلاح بشكل عدواني جدا، كما لو كان هو بينتظر القتل يعني في موطن الأمن وفي موطن الناس يعني عندما تخاف تصلي صلاة الخائف يعني في بيوتها. هو كان يأتي يعني هو كان يسبب إرباك والله شديد جدا في الحرم. فأنا عندما سلمت من صلاة الصبح والتفت وجدته أمامي وكانوا يقدمونه داخل المسجد. داخل المسجد، داخل المسجد النبوي من ناحية باب السلام في الصف الأول، حيث كنت يعني تمتعت بالصلاة يعني ولله الحمد، ووجدت أمامي هم يقدمونه ليصورونه أو ليصورونا يعني بشكل تلقائي. فكان يلبس عباءة في هذا اليوم، وده على غير المشاهد يعني في كل الإكسسوارات يعني اللي كان يعني بيستعملها. ولقيت كاميرات ضخمة جدا سينمائية وكده يعني أمامه،
وهو يتقدم منفردا والحرس تخلى عنه يعني ايه في مسافة بعيدة يعني. لكن كان في حرس تشريفة على الجانبين بالسلاح وبشكل شرس جدا يعني. طيب هنا ده الجزء الأول من المشهد. نعم. لماذا تحدثت ولماذا صرخت بهذه الكلمة اتق الله؟ والله يعني أنا يعني فيما قلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مبرري فيه هو القرآن الكريم وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعني نحن نبتنا وفي ضمرنا هذا الإسلام الذي يعني تربينا عليه، أبائنا صحبونا إلى المساجد ونحن أطفال فتعلمنا يعني الصلاة في المسجد الجامع في أشمون مثلا مع أبي مختار رحمة الله عليه، وأبي كان موظف بسيط من الطبقة الوسطى سكرتير نيابة في أشمون، وعلى فكرة أبو الرئيس ده مع احترامي يعني خدم معاه محضر في محكمة أشمون في هذا الوقت يعني، وأنا أفخر يعني من غير فخر جاهلي يعني أبي والله يعني كان في هذا الوقت كان يأتي يعني ويقول لأمي في أول كل شهر أن القاضي ووكيل النيابة وهيئة المحكمة كلها ستزورنا فيجب أنك يعني تصنعي مأدوبة تليق يعني بالمحكمة يعني لشرف يعني الوالد وكده يعني. فأمي تصنع طعام وتقدمه وتجهزه ومثل هذا، وهي تدخله يعني من أبواب الضيوف بواسطة فتاة، الباب ينفتح أو مثل هذا فترى أن الضيوف لم يكونوا يعني لا قضاة ولا وكلاء نيابة إنما أطفال الشوارع والله كان يأتي فيهم الوالد. طيب من الشارع. أنا مش عاوز أبعد عن الموضوع، خلينا بس يعني أنا خلينا داخل المسجد النبوي الرئيس إن هذه الطبقة التي كانت يعني في مصر لم يعني لم ينتمي إليها حسني مبارك عندما أصبح رئيسا للجمهورية ولم ينحاز إليها ونسيها تماما وأصبح يعني يتصرف يعني كما الأباطرة أو كما الخديوية يعني اللي وفدوا على بلادنا يعني، فلم يكن يمثل يعني هذه الطبقة البسيطة بأريحيتها اللي كانت بتحب أبنائها البسطاء وتعطف عليهم وتتكافل معهم. طيب وتسمع شيخ علي مش عايز أبعد عن ما حدث عشان مقطع القصة بسيطة جدا وهي تكررت مع أكابر خلفاء هذه الأمة من صعاليك. صعاليك يعني في أمتنا كانوا يقول لخلفاء خلفاء راشدين اتقوا الله، وكان عمر رضي الله عنه يقول لا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير فيكم إن لم تقولوها. فوالله أي مثل للديمقراطية أعظم من ذلك. نحن يعني قيلت للخلفاء قيلت للخلفاء ولم يحضروا ولم يقصفوا الرقاب وكانوا يحضوا الناس على أنهم يقولونها لهم وهم يعني كانوا يتحرون العدالة والإحسان اتقوا الله يعني ما فيش والإحسان حتى قيلت لخلفاء كان يعني التاريخ يتهمهم مثلا مثل الخليفة المنصور في بغداد قيلت له يعني وهو على المنبر فقال نعم لا خير فينا إلا من نتقي الله. يعني هذا كان يعني خلفاء عظام في تاريخ الإسلام وكانوا يسمعونها من عوام المسلمين ولا يغضبوا. طيب انت قلتها ازاي بقى؟ والله يعني في حدود اللياقة. انا اولا خدمت في الجيش ولي الشرف يعني في هذا. عندنا صورة لك وانت في الجيش. والله انا احب تقديمها يعني ان خدمتي في الجيش عزيزة عليا جدا لاني خدمت 5 سنوات في العصر الذهبي للقوات المسلحة وهو مواجهة عدونا الذي يتربص بنا الدوائر ووقفنا امامه وعبرنا حاجز الهزيمة باصرار. طيب. كيف وبتوفيق كيف من الله عز وجل اولا واخيرا. فانا كنت احترم يعني اكابر الرتب ويعني دركت على هذا من سن يعني من سن الشباب يعني وسن الصبا انه لا يمكن ابدا الواحد حتى مهما اختلف مع الناس انه يتجاوز حاجز اللياقة وخصوصا مع الرتب الكبيرة والرتب العسكرية والقادة ومثل هذا. فوالله انا لم اخرج عن حدود اللياقة والمسجد اصلا يفرض يعني قلتها بس الأدبي أنا يعني. عايز استعيد معاك المشهد والله يعني كده يعني يعني الكلمة يعني بتقوى الله ويعني إقامة شرع الله ويعني الكف عن المسلمين يعني يعني بالأذى يعني وبالقتل العشوائي ومثل هذا يعني. وأنت جالس ولا قمت واقفا؟ لا أنا قمت وكلمته. أنا قمت وكلمته وليس في المسألة معرة يعني عندما أقول له أحكم بما أنزل الله وكيف تقتيل للمسلمين، لأن كان في هذا الوقت النيران كانت تنطلق على الناس في الشوارع بشكل عشوائي في 93
كان في مواجهات ما سمي بالمواجهه مع الارهاب ومع الجماعات المسلحه الدينية. وانا كنت اعتبر ان الشريعه تحقن دماء الناس لان كلهم ابناء البلد سواء كانوا الشرطه ام الشعب. ليس هناك شرطه وشعب، نحن يعني في ادوار اجتماعيه. طيب يعني انت قلت له اتق الله واحكم بما انزل الله. نعم 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 نعم. ماذا كان رده؟ هو فوجئت بانه مذعور جدا مما سمع، وأنه أصبح يتلفت يمنى ويسرى ويستدعي الحرس، فالحرس هجم عليه بشكل يعني وحش جدا حتى خارج عن اللياقة يعني، وأصبح يحيطه ويدفعه إلى أن خرج به من باب السلام، وكنا قريب من باب السلام من الداخل، فأخرجه من باب السلام بقوة وبسرعة. ففهمت يعني أنه كان ينتظر مثلا ملحق عنف أو شيء مثلا من مما كان يعني هو يعني يخافه دائما. وماذا فعلوا معك بعد ذلك؟ ورجع علي بعض الحرس الذي يكتم فمي حتى لا أستمر يعني مثلا فيما أقول، علما بأني لم أقل شتائم والله والله يعني. أنا طيب أنت بتقول يعني عبارة قيلت للخلفاء الراشدين حتى اتقوا الله واحكموا. أقول والله لشعبنا الكريم ولأمتنا كلها، لما سئلت يعني عن هذا من حرضك، من قلت المصحف إذا جاز هذا يعني من غير اتهام وبشرف، يعني إن أنا أقول المصحف الذي قرأت فيه أحببت أن أقول منه يعني ما يعني ما بلغت. وهذه الكلمة لما استجوبت في أمن الدولة وكان انت الأول في السعودية في المدينة المنورة ألقوا القبض عليك هناك فورا يعني داخل المسجد. بمجرد ما خرج الرئيس بعدها بدقائق يعني ما لا تكتمل يعني العشر دقائق يعني شفطوك. عادوا إلي يعني وأخرجوني حافي حتى تركت السجادة والبلح ومثل هذا وكلبش يعني من النوع. هم أتوا بعربية مرور طراز فولفو، يعني كانت هذه العربية أنا مندهش جدا لأنها دخلت من باب الحرم، وأنا كمواطن بقيت يعني برضو مبسوط إن ده حصل، لأن ده ما كانش بيحصل لما الملك فهد الحقيقة يعني. فدخلت إن تدخل لك عربية دخلت يعني العربية خصيصة. بالكاوتش على السجاد، ده ما كانش يحدث خالص يعني. كان في بوابة رئيسية من بعيد على مسافة مثلا تقارب الكيلو يعني عند أبواب الدورات وكده يعني. وحملوك فيها وحملوني وبشكل مرعب جدا. هم اقتربوا مني يعني وهم يعني كأنه يتعامل مع لغم أو يتعامل مع شيء يعني قابل للانفجار، فواحد يتحسس وهو يخاف كما لو كان كهرباء مثلا يعني سيمسها أو كده. وفي الآخر وجدني يعني هادئ وأبتسم يعني لأني فعلا ما كانش عندي أي ذعر أشعر به يعني، ده من فضل الله يعني. وحققت معك السلطات السعودية؟ واحد جلس على ما فيش تحقيق، واحد جلس على فخدي هنا وعلى ركبتي هنا وواحد جلس على ركبتي هنا ويتحسس أين السلاح أين المتفجرات أين، فوضع يده في جيبي لم يجد إلا يعني مصاريف بسيطة، زجاجة عطر، مسواك من الحاجات اللي بيحملها المصلين يعني، مفاتيح، أوراق الإقامة مثل هذا يعني. فقال لي والله أنت أحركتنا. قلت له لماذا أحركتك يعني؟ قال لي يعني تقول له الكلام ده في مصر. قلت له طب مش المسجد ده لنا كلنا كأمة، وأنا يعني إذا أقول مثل هذا الكلام فين على المسارح يعني؟ هذا الكلام لا يقال إلا في المساجد، وقالته الأمة من أول فجر الإسلام يعني لأكابر الخلفاء، وليس فيه تعدي، وليس مقصود به أبدا الخروج على اللياقة، بل مقصود به يعني صلاحنا كرعية يعني. طيب. هل وضعوك في السجن في السعودية أم رحلوك إلى مصر؟ والله أخذوني في طائرة، أخذوني في طائرة من المدينة. ويا أستاذ والله أنا أقول هذا لشعبنا ويعني للأمة كلها، وطبعا مش عارف الناس إخواننا في السعودية أنا أكن لهم الاحترام الكامل والله. يعني إحنا طبعا يعني هنا في موقف مش عشان ننال منهم يعني، لا 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 لا، هم إخواننا يعني لهم منا كل الاحترام يعني، ويكفي خدمتهم للمشاعر وكده. لكن نقلوك في طائرة، وضعوا في رجلي يعني كلبش متخلف جدا يعني، عبارة عن رمانة كده 10 كيلو من اللي كانت بتطلع في صور الفولكلور يعني في قصص الجاهلية مع عنترة ومثل هذا يعني. أنا والله ده حصل يعني، كلبش كده يعني لا إنساني خالص يعني، يجي 10 كيلو كده رمانة وبسلسلة مربوطة في رجليه، بحيث إن الواحد يعني ويسيبك تمشي جنبه يعني هو مطمئن جدا، إنك مش عارف تنقل أصلا الخطوة يعني، مش عارف تنقل رجل على رجل يعني، فبتمشي يعني بطريقة صعبة جدا يعني. وركبني الطيارة، ده النقل ده كان في المطار بس يعني، الكلبش ده في المطار
عشان طائرة ركاب عادية؟ اه كانت طائرة ركاب، بس بيحطوني دايما في السبنسة ورا في الخلف، ويفضوا لي يعني فراغ كده من امامي، بحيث ان ما يبقاش حد جنبي يعني ولا قدامي مثلا. ونقلوك الى مصر، بيجي خمس صفوف كراسي مثلا او ستة. ونقلوك الى مصر في هذه الطائرة؟ نقلوني اولا الى مكان اسمه عنيكش، ده كان عنيكش ده يعني زي جهة تحقيق او امن دولة، لكن الحقيقة ما حصلش تعدي ولا حاجة يعني، في غير ان انا كنت انتظر مثلا من اخواننا في السعودية ان هم يعني كرامة للشريعة مش كرامة ليا كمواطن امام طيب خلينا سلطان. بعد الفاصل نكمل نشوف الشيخ علي حينما نقلوه بعد ذلك الى مصر، ما الذي حدث؟ لماذا سجنوه 15 عاما بسبب هذه العبارة البسيطة التي تقال والتي قيلت لكل الخلفاء الراشدين اتقوا الله؟ يعني هذه العبارة دفع ثمنها 15 عاما، بالإضافة إلى هيقول لنا ما الذي حدث داخل السجن وما الذي حدث داخل أمن الدولة بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زال معنا الشيخ علي القطان صاحب الحكاية الشهيرة الذي قال لمبارك في المدينة المنورة اتق الله فدفع الثمن 15 سنة سجنا، بالإضافة إلى التنكيل والتعذيب. شيخ علي، السعودية خلاص أنهت التحقيقات معاك، هل السلطات الأمنية في مصر، النظام في مصر هو الذي طلب ترحيلك والقبض عليك ونقلك إلى مصر؟ السلطات في مصر أرسلت بعثة من أمن الدولة مما يقال لها يعني بعثات تلقي الإرهاب أو مقاومة الإرهاب أو شيء مثل هذا، فناس وحققوا معاك في الفرق. لا ما حققوش. لا هو جاي يستلم الإرهابي يعني كده وديعة يعني أو موضوع يعني جاي يستلم دبيحة يعني طيب. هو جايب كلبشات كتيرة جدا، وهذه الكلبشات يعني فيها جميع أنواع الأنماط بتاع القيود، وبدأ يعني يربط فيا في ايديه وفي الطائرة يمينا وشمالا والأرجل، وواقف واحد كمان على رأسه يعني بمخدر شراب يعني مخدر. ونقلوك الى مصر. قلت يعني طب وكيف يعني لا الإنسان شراب مخدر يعني خدروك؟ لا انا رفضت طبعا، هو بيعرض عليا مشروب، فقلت ان الموقف اصلا ما فيش فيه مجاملة يعني، مشروب ايه بقى اللي انا اشربه واقبله؟ انا برفض، انا مش عاوز، ثم ان انا صائم كنت، انا مش هشرب خالص يعني. فطبعا من الالحاح الشديد فهمت ان ده كان مشروب وفيه مخدر عشان هو عاوز يسيطر على الانسان يعني. طيب ونقلوك الى مصر. في امن الدولة بقى هل تم استجوابك وتعذيبك؟ حصل ان انا استقبلت في امن الدولة استقبال كبير جدا، وكان فيه حاضر اللواء محمد عبد الحليم موسى الله يرحمه، في هذا الوقت كان هو وزير الداخلية. يعني هو الذي بشر التحقيقات بنفسه. هو كان شاهد يعني بيحضر يعني. لكن طبعا ناس تانية بتسأل وهو شاهد يعني، فحتى وجه بعض السؤال يعني منه مثلا انت ليه قلت له كده؟ فكان مني عفويا يعني، وانتوا ليه حضراتكم ما تقولولوش كده يعني، وتقفوا جميعا صف وتقولوا له هذا لمصلحة بلدنا يعني، المسألة ما فيش فيها عدوان وما حدش يعني صلطني بقرشين مثلا يعني، انا ابن من ابناء هذا البلد واديت واجباتي فيه، واعتز جدا بان انا كنت جندي يعني في وقت المواجهات. وتاكدوا ان ما عندكش اي انتماءات لتنظيمات دينيه يعني. هو لما لقى ان المساله ساذجه حتى، فمن باب الدعابه انا فاكر قال لي يعني طب انا مش هجوزك بنتي باللفظ كده يعني، انا اذكر هذه يعني. فضحكت طبعا وفهمت ان هو يعني طيب شاف ان القصه. بس شيخ علي تقعد في السجن 15 سنه يعني، طلعت 2007 خرجت من السجن 2007. نعم يا فندم. 15 سنه بسبب هذا والله يا فندم 15 سنه كامله وانا اتنقل في اطلس السجون يعني. طيب اللي عملها حسني مبارك يعني، والرئيس السابق كان مهتما بقضيتك، كان عايز الراجل اللي ده قال لي ليه كده ولا هو يعني ايه، ما كانش منشغل بالملف السياسي لازمات البلد بقدر ما كان منشغل بقصص يعني انا اعتبرها انها قصص تعتبر يعني سال لا. سال عن الاستجواب معك يعني، هم ده هو ده بقى تسال فيه حضرتك يعني. طيب الرسميين يعني اللواء ابراهيم عبد الغفار مامور سجن العرب سابقا، خاصه انك عوقبت لانك يعني اخذت الاعتبارات الانسانيه في التعامل مع الشيخ علي، هو كان في توصيه شديده عليه؟
لا لا لا، هو حضرتك انا لما رحت للعقرب لقيت الراجل ده حاطينه في زنزانة لوحده وما بيتلقاش علاج، ما بيتلقاش زيارة نهائي، بقاله سنين ما فيش زيارة عنده، ممنوع زيارة ليه. كل العقاب ده عشان جملة الطاقد. فأنا سألت طب الراجل ده ايه حكايته اللي انتوا يعني متعرض لعقاب شديد قوي ده ليه؟ فضابط أمن الدولة قال لي نفس القصة بقى، حكى لي القصة اللي قالها الشيخ علي. فطلعت الشيخ علي من الزنزانة وبدأت أعالجه ويجي المكتب عندي الصبح. انت كان عندك كم سنة وقت الـ كنت في أوائل الأربعينات كذا. في أوائل الأربعينات حينما قلت له اتق الله وخرجت من السجن وانت عندك 55 سنة الرشد يعني يعني ضيعوا يعني. مرحلة الأربعينيات ونص الخمسينيات. خرجت بقى في سن المعاش. في سن المعاش. بدأت تعالجه لما شفت. بدأت تعالجه خرجته من الزنزانة وبدأت تعالجه، وهو كان ممنوع عنه زيارة بأمر وزير الداخلية. ممنوع الزياره نهائي. يعني انت 15 سنه في السجن ما كانش حد بيزورك؟ لا في الاخر. في الاخر بس بعد سنين يعني. كم سنه؟ يجي خمس سنين كده يعني. خمس سنين ما حدش يزور. وبدا الصبح كل يوم ابعت اجيبه المكتب عندي اشرب شاي واقعد معاه اتكلم معاه، لان طبعا انا عارف انه مظلوم ونفسيته تعبانه وبعدين لا ينتمي يعني، هو ليس تنظيميا يعني لا ينتمي لجماعه. فسالت ضابط امن الدوله قلت له هو الحاج علي يعني ينتمي لاي حد تكفير يعني. جماعه؟ قال لي ولا ينتمي لاي حاجه خالص. طب انتوا حابسينه ليه؟ قال لي اهو حابسينه. فطبعا انا بقول الكلام ده انا قلته قبل كده يعني، انما بقوله علشان خاطر دي تبقى شهاده الحاج علي ياخدها في اي وقت يوثقها يوديها المحكمه يوديها، لان هو قال لي انا رافع قضيه وعايز شهادتك. حقيقي كانوا مبهدلينه قوي. فكلمت لواء اسمه احمد رأفت الله يرحمه ويحسن اليه، كان استاذي وكان تعينت معاه وانا ملازم اول. فقلت له كان مهم جدا شخصيه وهامه في الدوله. فقلت له احمد بيه الراجل ده غلبان وخرجوه. قال لي خلاص انا ابراهيم هشوف الموضوع ده. بعد شهر قابلت احمد بيه رحمه الله، قال لي والله يا ابراهيم انا كتبت مذكره وافقت عليها، وصلاح سلامه مدير امن الدوله وافق عليها، وحبيب العدل وافق عليها، وعرضها حبيب العدل على زكريا عزمي. زكريا عزمي قال له اوعى تتكلم في الموضوع ده ولا تفتح بقك فيه واقفل على الموضوع ده، عشان الرئيس لما بيسمع القصه دي بيزرجن وبيتنرفز. يعني الرئيس السابق لم ينسى هذه العباره راكم. انك قلت في وجهي اتق الله واحكم بما انزل الله فمن سجدك. وانا ارجو انها تكون شهاده عليه يعني باذن الله يعني يوم القيامه، وربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلي الناس ليكتب لاناس ويكتب على اناس. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا خيرا ويكتبها عليه شهاده بلغت وهو طيب. استكبر شيخ علي لما بتحس هذه السنوات التي ضاعت من حياتك وضاعت من عمرك؟ لا هي لم تضع الحمد لله يعني.